السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أفضل حال، يا رب تكونوا تابعين معانا الفيديوهات. هنكمل النهاردة إن شاء الله جزء الـ System Management، وقفنا عند الـ HTTP في الـ Workbook اللي هنتكلم عنه النهاردة زي ما احنا عارفين في Volume 1 System Management. خلينا نشوف مع بعض كده، هنتكلم عن HTTP، FTP، TFTP، Remote Shell، RCP اللي هو Remote Copy Protocol. ايه هو الكلام ده كله؟ خلينا نجيبه على ويندو كده في النوت باد. كنا طبقنا منه جزء في الكوايت اوف سيرفيس، الناس لو تفتكر معانا الراوتر دوت انا ممكن اعمله اتش تي تي بي سيرفر، والناس تقدر تعمل كابي للحاجات اللي موجوده عند الراوتر دوت ثرو الاتش تي تي بي بروتوكول على بورت 80، او انا ممكن اتحكم في رقم البورت، يعني ان الراوتر ده واصل بسويتش كده والراجل ده واصل بي بي سي، والراوتر ده وارد جدا بدل ما يكون ده بي سي كده يكون ده راوتر هو كمان. الراوتر ده عايز ينسخ الاي او اس الموجوده في الفلاش الموجود عند راوتر واحد ده، فهيبدا ينسخها ازاي؟ الحلول اللي ممكن تقدمها في النتورك عندك، انت ممكن تقوم جاي هنا كده حاطط اف تي بي سيرفر او تي اف تي بي سيرفر او اتش تي تي بي سيرفر، حاطط عليه الاي او اس وتبدا تعمل لها داونلود من ايه؟ من الراوتر ده بكوماندز الكابي عادي خالص. طب انا ممكن اسهل على نفسي، الاي او اس دي لو موجوده عند راوتر من الراوترز انا اقدر اقول للراوتر دوت انت تشتغل اتش تي تي بي سيرفر، يعني لو جالك ريكوست اتش تي تي بي ترد بيه عادي خلاص مفيش مشكله، انت بتسمع على بورت 80. ولو حد طلب منك فايلز اوفر الاتش تي تي بي، يعني حد قال لك جيت الفايل دوت هات لي الفايل ده، هتدور في الفلاش، ممكن طبعا اديله باث تاني، ممكن يكون عندي اكسترنال ميديا اقدر انسخ عليها الفايلز وابدا يكون الراجل دوت هو الببلش او الملفات اللي موجود عليه ثرو كوماند اسمه اي بي اتش تي تي بي باث، بعرفه الباث اللي يروح يدور فيه عليه، يدور فيه على الفايلز اللي انا مطلوبه مني يرد بيها للهوست. يعني جالي ريكوست بيقول عايز الاي او اس اللي اسمها 360.bin، الريكوست ده جاي للسيرفيس اللي اسمها اتش تي تي بي على بورت 80، هيروح يدور على الاي او اس دي موجوده فين؟ في الفلاش، ممكن اقول له روح يدور في حته ثانيه، طبعا دي هتكون حاجه ترجع لي انا. ممكن الكلام ده بدل ما يتم اتش تي تي بي على بورت 80 يتم ثرو اف تي بي، والراجل ده يشتغل اف تي بي سيرفر، تلاقي الراجل يكون ايه؟ اف تي بي كلاينت. ممكن الكلام ده كله بدل ما يتم اف تي بي سيرفر على بورت 21 يتم على تي اف تي بي يو دي بي، يعني الراجل ده يشتغل تي اف تي بي سيرفر برضه ممكن، وده هيكون تي اف تي بي كلاينت، برضه ممكن اشتغلها على بروتوكول قديم اسمه ار سي بي ريموت كابي بروتوكول ويقدر ينسخها بيه برضه. كل ده اقدر ايه؟ استخدمه. طبعا في الاتش تي تي بي اقدر استخدم سكيور اللي هو اتش تي تي بي اس 443، ده البورت الخاص بالسكيور. طيب نرجع للتاسك بتاعنا، قال لي كونفيجر راوتر 4 بحيث انه يسبورت الترانسفير للاي او اس ايمج اللي متخزنه، يعني راوتر 4 يعمل ترانسفير للاي او اس ايمج اللي ستورد في راوتر 6 فلاش. خلاص يعني مين هيبقى اتش تي بي سيرفر دلوقتي؟ راوتر 6، يعني بمعنى اصح هاجي هنا على راوتر 6 واجي اقول له ايه؟ اكزيت كده اي بي اتش تي تي بي سيرفر، كده انا عملت انيبل ايه؟ للاتش تي بي بروسيس عليه. طيب عشان راوتر بقى يجي يعني ياخد منه ايه الداتا. راوتر 4 should authenticate with user name و password pair، يعني اليوزر نيم يكون سيسكو و password سيسكو، مخزنين طبعا في الداتا بيس بتاعت راوتر 6، يعني ده راوتر 4 طلب ملف اوفر اتش تي تي بي من الراوتر ده، قال له انا عايز الملف اللي اسمه اي او اس ايا كان النيم بتاعها، لازم يأثنتيكيت يبعت يوزر نيم وباسورد، اليوزر نيم والباسورد لراوتر 4 هيحطهم ازاي؟ الراوتر واحد هيتحقق منهم، فانا مانيوالي هكريت هنا يوزر نيم وباسورد في الداتا بيز، وبالتالي نتحقق من الكريدنشلز هنا. لما في الريل انفايرمنتس ببدا اشتغل بتريبل اي، يكون عليه سنجل داتا بيز يعمل بيها اوثنتيكيشن. طيب هديفاين اليوزر نيم والباسورد ازاي اللي هستخدم بيها اوثنتيكيشن؟ اي بي اتش تي تي بي، هلاقي ان انا عندي جزء اسمه يوزر نيم، هلاقي لا سوري بحدد الاول يوزر نيم وباسورد، هو قال لي في الداتا بيز فانا اقول له يوزر نيم هكريته عادي خالص، قال لي يوزر نيم اسمه سيسكو والباسورد بتاعته تكون سيسكو 0، مفيش مستوى تشفير خالص. هنا دي نقطة مهمة جدا بقى لازم أشاور عليها، إن اليوزر نيم اللي هو هيأكسس الـ HTTP لازم يكون معاه بريفليج 15 اللي هو معاه فول أكسس على مين؟ على الراوتر. فبعد يوزر نيم سيسكو كده تلاقي عندي حاجة اسمها إيه؟ بريفليج. إيه هي الصلاحيات بتاعته؟ البريفليج بتاعتي ان هي 15، ده اعلى مستوى اللي هو ايه؟ معاه كل الاكسس بتاعي. طيب باسورد، الباسورد بتاعته بقى ايه؟ مستوى زيرو طبعا مفيش انكربشن، وده الباسورد، يبقى ده اليوزر نيم والباسورد اللي هيستخدمهم اليوزر وهو جاي لي. طيب
R6 should only allow HTTP connections على port 8080. لاحظ ان هنا انا بغير البورت من 80 ل 8080 اوكي، ويكون الكونكشن ذات من السبنت دي بس اللي هو حددها لي، قال لي من 150، يعني اي حد يجي لي HTTP يجي لي من الرينج دوت، ما يجيليش من رينج تاني. وليمت الماكسيمم نمبر اوف كونكرنت كونكشنز، يعني ما فيش اكتر من 2 في نفس الوقت يطلبوا مني HTTP. هنعملها ازاي؟ اول حاجه نكريت اكسس ليست عشان بس ندفاين بيها الناس. اكسس ليست واحد بيرميت 150.1.0.0/A16 دي الاكسس ليست. ازاي هحكم الناس بالاكسس ليست؟ عندي كوماند اسمه اي بي اتش تي تي بي اهوت. هلاقي ان عندي اكسس كلاس تقريبا، اكسس كلاس بالظبط كده، ده اللي هحدد بيها زي التلنت كلاس كده، اكسس كلاس. ابدا اقول له ايه رقم الاكسس ليست، يبقى دي الناس بس اللي مسموح لها ثرو الاكسس ليست ان هي تستخدم عندي ال HTTP. طب عايز اغير رقم البورت، هلاقي ان الدنيا قدامي هنا اهيت رقم البورت، بقول له IP HTTP port هخليه كام؟ هو الديفولت طبعا لاحظ ما كاتب 80، فانا هخليه ايه 80 80، مفيش مشكله. نرجع للتاسك مره ثانيه، خلاص انا غيرت الديفولت اهوت ل 80 80، هو سمعت اهوت على 80 80. قال لي allow R4 to use router by يستخدم HTTP secure على port 40 3 4، وطبعا على 4 4 3 ده الديفولت بتاعي. هو قال لي غير ال HTTP secure واعمل له enable كمان، فانا طبعا هقول له enable لل HTTP secure server، لان انا عملت IP HTTP server ده عمل port 80 بس اللي هو مش secure. secure هو encryption، بيستخدم certificate X509. طيب هبدا انا اقول له IP HTTP secure server، secure server ذات سعيد كده. انا عملت انيبل، لاحظ انه بيبدا يجنريت ايه؟ بيجنريت اهوت السيرتيفيكت بتاعته. طبعا ده عمل انيبل اوتوماتيك للاس اس اتش، قال لي رايت ميموري او اللي هو كابراني ستار عشان يعني تسيف السيرتيفيكت بتاعتك. اوكي قال لي غير رقم ال اتش تي تي بي لايه؟ ل 40 4 3، اقول له اي بي اتش تي تي بي سكيور، هلاقي في السكيور عندي هنا سكيور بورت، هغير رقم البورت اهوت، هيقول لي ان الديفولت 443، فقال لي 40 4 3، ده يكون التشينج لحاجه زي كده. وطبعا قال لي استخدم ايه؟ استخدم السيرتيفيكت بتاعتك او السايفر بتاعتك اسمها دي اي اس، دي الجوريزم الانكربشن عندك، فانت هتقول له اي بي اتش تي تي بي سكيور، هتلاقي انت عندك في سكيور كده هتلاقي سايفر سوت. السايفر سوت اهوت انت مستوى التشفير بتاعك هيكون عامل ازاي؟ هقول له السايفر سايفر سوت بتاعتي، هو قال لي دي اس ولا تريبل دي اس؟ قال لي دي اس هو سنجل ليفل، فانا اقول له ايه دي اي اس، ده مستوى التشفير بتاعي. طيب ده كده كل التاسكس اللي موجوده عندي، باقي لي بس ان انا اروح عند راوتر 4 اقول له ايه ان انت عشان تروح تستخدم اتش تي تي بي. هو هنا هقول له استخدم لما يعني انا كده عملت كونفيجريشن اتش تي بي سيرفر على راوتر 6، لسه عندي بقى كلاينت اللي هو عند راوتر 4، لازم اعرفه مستوى التشفير ويجنريت سيرتيفيكت عشان جزء السكيورتي. طبعا الناس اللي درست مايكروسوفت عارفه يعني ايه سيرتيفيكت، ما ينفعش اكس يكلم اكس واحد ده رايح بسيرتيفيكت ودي ما يعرفش عنها حاجه، ولازم يكون التراستد روت بتاعنا واحد اند سو اون، قصه كده موال. فلازم راوتر دوت يبقى عارف السيرتيفيكت ومستوى التشفير، وده يكون عارف السيرتيفيكت ومستوى التشفير. واضافه ثانيه كمان ال HTTP كلاينت بتاع الراجل دوت لما يجي يروح لازم يستخدم هو الديفولت بتاعه، لما يجي يجنريت اي HTTP ترافيك زي مثلا اي او اس ريكوست هياخد السورس اي بي ادرس بتاع الاوت جوينج انترفيس. لا احنا عايزينه يستخدم مين؟ اللوب باك. ليه؟ لان ال HTTP سيرفر عمل الاو اونلي بس لمين؟ للناس اللي من رينج 150. اوكي سوري على الكتابه. فهكنفجر الكلام ده ازاي؟ اروح عند راوتر 4 اللي هو الكلاينت عندي، بقول له اي بي اتش تي تي بي سيتنجز بقى مين؟ الكلاينت. انا كده هقف تحت سيتنجز الخاصه بالكلاينت، هلاقي ان انا عندي بقى ايه احد الحاجات مثلا سيكيور سايفر سوت، هقول له مثلا سيكيور اهوت عشان اعرف مستوى التشفير، السايفر سوت بتاعتي دي اس عشان يعرف يروح بيها. النقطه الثانيه لما يعوز يستخدم يوزر نيم وباسورد يروح يعني يعمل بيه اوثنتيكيشن، فانا هقول له اي بي اتش تي تي بي كلاينت اهوت كلاينت يوزر نيم، تستخدم اليوزر نيم بقى اللي كان اسمه ايه؟ سيسكو. والباسورد اللي تستخدمه وانت بتعمل اوثنتيكيشن هيكون اسمه سيسكو. طيب باقي لي السورس لوب باك اللي هو اي بي اتش تي تي بي كلاينت، هيكون ايه؟ سورس انترفيس اهوت سورس انترفيس، هيكون لوب باك ايه؟ زيرو. تمام. طبعا لو جيت اروح اطلب دلوقتي ملفات من راوتر 6 ثرو ال اتش تي تي بي مش هيعرف هو بيدور فين، لازم اقول له اي بي اتش تي تي بي. في عندي جزء اسمه ايه؟ باث. الملفات لو حد سالك على الملفات هتلاقيها فين؟ في فلاش نقطتين. خلاص؟ طبعا لو تلاحظ ان انا لو عملت هنا داير فلاش
نقطتين، لان انا ما عنديش ملفات، انما لو عندي ملف هنا في الفلاش هيقدر ياخده من عندي. خلينا نحاول ام كي داير كده كونف تي ام كي ام كي، ما فيش اني ما اقدرش اعمل ايه اكريت ملف دلوقتي، ما علينا مش دي المشكله. انما لو في ملفات زي ما كنا بنجرب في الكواليتي اوف سيرفيس هتقدر تسحبها ثرو ال HTTP. طيب نكمل مع بعض. ممكن اشتغل بدل FTP اشتغل ايه FTP سيرفر. ليه كونسيرن بس على موضوع FTP هنا، وهو مش الكونسيرن بتاعي انا بس، ده هي سيسكو نفسها قالت نوت ريكومندد في الاول ان انت تشتغل تعمل الاي او اس بتاعتك FTP سيرفر، لان بتعمل مشاكل مع الاي او اس اثناء الترانسفير. يعني لو انت عامل الراوتر بتاعك FTP سيرفر وفي حد بيسحب منه ملفات بيحصل كراش في الاي او اس، والراوتر بيعمل ريلود، والاي او اس بالنسبه لك كده ايه باظت خلاص. اعتقد كان في باج نزلت على الريليز نوتس بتاعت سيسكو وقالت احنا ما عندناش هنعمل FTP سيرفر في الاي او اس بتاعتنا، انما ستيل يعني عملنا امبلمنتيشن وسيبنا FTP كلاينت بحيث ان انت على اي راوتر تقدر تسحب ملفات من من اي FTP سيرفر، FTP سيرفر على ويندوز سيرفر او لينكس سيرفر، انما ما تسحبوش من FTP سيرفر اوريدي هوستد على اي او اس. اوكي، انما الكونفيجريشن بتاعته هي سهله وبسيطه. بقول له اي بي اف تي بي زي مثلا اي بي اف تي بي، هلاقي ان انا تلاحظ ان انا ما عنديش ايه اي سيرفر خالص. يعني قصه ان انا احاول اعمل الراوتر بتاعي اف تي بي سيرفر مش هقدر، اف تي بي كده مش هلاقي عندي كونفيجريشن. هقول له اي بي اف تي بي، ان انا جزء الباسورد لو انا هستخدم يوزر نيم وباسورد وانا رايح اكيد في اوثنتيكيشن، فانا هبدا اقول له اي بي اف تي بي يوزر نيم واي بي اف تي بي باسورد، اليوزر نيم والباسورد ديفاين، وتقدر تحدد كمان السورس انترفيس اللي تقدر تطلع بيه. وجزء الباسيف مود دوت مهم قوي، لان هنا قال لي ايه، هتلاقي وين الترانسفير اوكرز، لما الترانسفير يبدا راوتر 6 شود انيشيت الاف تي بي داتا شانل باك تو ذا كلاينت. انا عندي الديفولت اللي بيحصل ايه، ان انا عندي هذا راوتر شغال اف تي بي والهوست اهو البي سي، زي مثلا هو افترض ان هو راوتر يعني طلب من الاف تي بي سيرفر بافتراض ان ده اف تي بي سيرفر، قلت له انا عايز ملف من الاف تي بي عندك، فما يجي ده طبعا مين اللي عمل انيشيت الكونكشن، هو السورس. لا انا عايز ان انا استخدم مود ان انا اللي عملت انيشيشن، مفيش مشكله طول ما فيش فايل ترانسفير. وانس ان يحصل فايل ترانسفير الراجل ده هو اللي يعمل لي ايه كونكشن باك تو مي، هو ده اللي يتصل بيا. طبعا ده جزئيه اسمها باسيف مود، بتقول له اي بي اف تي بي باسيف مود، هي دي بس ايه التريك بتاعتي. طيب نرجع للتاسك الثاني، يبقى ده كان كل ما يخص ايه الاف تي بي سيرفر والاف تي بي كلاينت. طيب بعد كده عندي تي اف تي بي، ان انا اقدر اخلي الراوتر بتاعي يشتغل تي اف تي بي عادي زي ما هشتغل اتش تي تي بي، واقدر اشتغل ايه اف تي بي، اقدر اشتغل تي اف تي بي. نفس القصه، بتبدا تعرفه المكان اللي يقدر يسمع فيه على الملفات ديت، وممكن تحدد كمان مين هي الملفات اللي تتسحب منه. يعني هنا طلب مني ان انا استخدم راوتر ست از اف تي بي تي اف تي بي سوري تريفيال فايل ترانسفير بروتوكول، ولما حد يريكوست ملف اسمه ار 6 اي او اس، لاحظ ده شبيهه بالدي ان اس شويه او بالاليسز، فروم راوتر 6 ات شود ريتيرن تو اس اي او اس ايمج فايل. يعني لو يكون اسم الاي او اس بيكون اسم طبعا طويل قوي، سي 3660 مثلا دوت بين دوت مش عارف ايه ادفانسد انتربرايز ورقم الريليز والماينور فيرجن والميجر والكلام ده كله، طبعا اليوزر ما يكونش ممكن ما يكونش عارف الكلام ده كله، هو هيطلب ار 6 اي او اس وهو ده اللي هيترانسليت الكلام ده لاسم اي او اس اوريدي موجود. بعد كده قال لي راوتر واحد لما يطلب اي تي اف تي بي ترافيك يطلبه بالسورس لوب باك انترفيس. اوكي، وبعد كده قال لي كونفيجر راوتر 1 تو سورس تي اف تي بي ترافيك، ده سوري هنا ده الكونفيجريشن الخاصه باللوب باك، انما هنا قال لي اسمح بس الراوتر واحد لوب باك انترفيس ان هي تسحب ملفات تي اف تي بي، طبعا هحددها باكسس ليست. الكونفيجريشن عندي سهله وبسيطه، كوماند اسمه تي اف تي بي سيرفر، لو مشيت ورا كده اقول له مثلا المكان اللي بتسمع اسمه فلاش نقطتين، ده المكان اللي تسحب منه الملفات. هنا ابدا استخدم بقى لو انا عايز اسحب اسم ملف معين تقدر تقول له فلاش كده وليكن سي 72 دوت بين مثلا، ده اسم الملف له الياس عندي، الالياس دوت اسمه 72 اي او اس. مين يستخدم الكلام ده تشاور على اكسس ليست، وليكن رقم اكسس ليست رقم 2 كانت عامله بيرميت لمين لللوب باكاي بتاعت راوتر واحد بس، وبالتالي كده انت خلاص الكوماند بتاعي ناقص بس ان انت تروح تعمل على
الكلاينت بتاعك كان في كده اي بي تي اف تي بي، هتلاقي ان انا عندي سورس انترفيس تحدد له اللوب باك زيرو انترفيس عشان يستخدمها اثناء ما هو رايح يعمل ايه، يسحب ملفات من تي اف تي بي. طيب اخر حاجه نختم بيها الفيديو ده عشان ما نبقاش دخلنا في توبكس اكتر، يبقى حددنا التوبكس اللي احنا بنتكلم فيها عن الريموت كابينج، وان انا ازاي اعمل سيرفر على الراوت الاي او اس راوتر. عندي حاجه قديمه جدا اسمها الريموت شيل والار سي بي، الاثنين دول ريليتد ببعض شويه. الار سي بي ده كان بروتوكول كابينج زمان، او يعني كنا بنستخدمه زي التي اف تي بي كده خاص باليونكس. ريموت كابينج انت تقدر تستخدمه يبقى في ار سي بي سيرفر وانت عندك ار سي بي كلاينت، وبالتالي تقدر تنسخ ملفات ثرو الار سي بي. الكوماند الدنيا مش صعبه يعني، هو جاست بس انا عندي كوماند اسمه اي بي ار سي ام دي ريموت شيل انيبل يعني، وللار سي بي سيرفيس والريموت كابي سيرفيس. ايه مش فاهم حاجه خالص يعني، لو جينا حطينا بينت كده اد الراوتر، عندي بروتوكول قديم جدا اسمه ريموت شيل، تمام كده ريموت شيل ار اس اتش. اوكي ده البروتوكول او ده الفيتشر زمان كنا بنستخدمها. عشان اعمل ايه بالريموت شيل دوت؟ من المفترض زمان الريموت شيل ده كان بتديني فيتشر ان انا اقدر ريموتلي اقدر اعمل شو ران من اي مكان بعيد، يعني وانا قاعد في البي سي ده كده خلاص، او في راوتر هنا لو عليه ريموت شيل كلاينت، اقدر وانا هنا بدل التلنت ان انا اعمل تلنت على الراوتر ده واعمل شو ران للكونفجريشن، اقدر انيشيت شو على كل حاجه موجوده على الراوتر دوت، شو ران شو ران بس شورا على مستوى الانترفيس من وانا قاعد هنا من غير ما اعمل تلنت ولا حاجه. اوكي ببروتوكول اسمه ايه؟ ريموت شيل. باي ديفولت هو مش انيبلد على مين؟ على الراوتر بس، بات يو كان تقدر تعمل له انيبل، تقدر تعمل له اوثنتيكيشن كمان ان لما حد يجي يعمل يستخدم الفيشر ديت يقدم يوزر نيم وباسورد عشان مش اي حد يعمل البروسيس ديت. بتبقى عباره عن عامله زي الكوماند بتاعها في سيسكو اسمه ار سي ام دي. ار سي ام دي سي ام دي يعتبر هو الشيل عامة يعني، يبقى ريموت شيل او ريموت سي ام دي. البروتوكول ده اصلا كان اساسا بتاع اليونكس. جه بقى اكستنشن معاه كده بينتجريت معاه اسمه ار سي بي ريموت كابي بروتوكول، برضه بيعمل تقدر ثرو الار سي بي دوت تقدر تعمل كابي لاي او اس مثلا موجود عند الراجل دوت، تقدر تعمل كابي منها ثرو البروتوكول اسمه ار سي بي، وبيسبورت اوثنتيكيشن برضه بيوزر نيم وباسورد. طيب اقدر استخدم الفيتشرز دي الكلام بطريقه عامله ازاي؟ هو هنا قال لي كونفيجر النتورك بتاعتك بحيث ان راوتر واحد يقدر يعمل فيو للرننج كونفيجريشن بتاعت راوتر 6 باستخدام ريموت شيل، تمام؟ وقال لي الريموت شيل كونفيجريشن ديت تطلع بايه؟ بالسورس لوب باك يكون بتاعها لوب باك انترفيس 0 يعني في راوتر واحد، والاخير ديت بتاعت الار سي بي سيبها دلوقتي، خلينا نعمل ريموت شيل ونروح عند راوتر واحد. لو انا في راوتر واحد كده ببدا اقول له اول حاجه اي بي ار سي ام دي، اي بي ار سي ام دي هلاقي ان انا عندي ار سي بي انيبل، ده لو انا عايز جزء الريموت كابي، او ان انا عندي ريموت شيل انيبل. فخلينا نبدا بمين؟ بريموت شيل انيبل. يبقى انا كده عملت انيبل لمين؟ للريموت شيل. اكريت يوزر نيم وباسورد اللي هيستخدمهم اليوزر وهو جاي، تمام كده؟ يعني ايه ده انا واقف في راوتر كام؟ احنا راوتر واحد هو اللي انيشيت الكونكشن، سوري نو احنا هنعمل انيبل على راوتر 6 صح كده؟ اي بي ار سي ام دي ريموت شيل انيبل، كده انا عملت انيبل اهوت، وابدا اكريت ايه بقى؟ يوزر نيم. احنا اتفقنا ان اي بروسيس سواء كانت للشيل او للريموت كابي هتيجي تعمل ايه؟ تستخدم يوزر نيم وباسورد. خلينا نبدا بالشيل الاول، لما اليوزر اللي جاي دوت من راوتر واحد هيحط يوزر نيم وباسورد في السيشن انا هتحقق منهم، فلازم يكونوا موجودين عندي في الداتا بيس. فانا بقول له اي بي ار سي ام دي، هلاقي ان انا عندي ايه؟ عندي جزء اسمه ريموت هوست. ريموت ايه؟ ريموت هوست. اول حاجه بحدد اللوكال يوزر نيم اللي هو انا راوتر كام؟ راوتر 6. ماي يوزر نيم انا عشان استخدم البروسيس ديت زي تقدر تقول كده يوزر نيم للسيرفيس. اليوزر هنا بيكون الهوست نيم بتاعي اللوكال هوست نيم، فانا بحط هنا اقول له ايه؟ راك 1 ار 6، ده ايه؟ ده الهوست، ده اليوزر نيم بتاعي انا. ببدا بعد كده احدد له اي بي ادرس خاص بمين؟
اهو ريموت هوست نيم، مين اللي هيجي ياخد مني او مين اللي هيجي لي انا بريموت شيل. فانا هبدا اقول له 150 واحد سوري واحد، ده الاي بي ادرس اللي هو بتاع راوتر واحد لو هيطلع باللوب باك بتاعته سبيس كده. قال لي الريموت يوزر نيم، اليوزر اللي هناك ده هيحط يوزر نيم، هيكون اليوزر نيم اسمه ايه اللي هو الهوست نيم بتاعه الماشين بتاعته اللي هي اسمها راك سوري. هناخدها من راك كده، ناخد دي كابي كده. الكلام ده اعتقد بيفكرك بايه، بالاوثنتيكيشن بتاع مين لو تفتكر كده تريبل بي. نروح راوتر 6 بيست خلاص، بعد كده نبدا نقول ايه انيبل خلاص عشان يستخدم الفيتشر دي. طب اليوزر دوت اللي هو هيجي من هناك ده معاه بريفليج ايه؟ هو الديفولت ان هو معاه بريفليج 3 اللي هو شو ران بس، يو كانك تديه لحد ايه 15، لكن هسيبها ايه الديفولت بتاعتي. طب اروح عند راوتر واحد وابدا اقول له بقى ايه اي بي ار سي ان دي السورس انترفيس. السورس انترفيس هيكون لوب باك 0 ولازم احدد له اليوزر نيم اللي هيستخدمه، اقول له اي بي ار سي ام دي بي اي بي ار سي ام دي اللي هو الريموت شيل، واقول له الريموت يوزر نيم ايه بقى؟ ريموت هنا مش هحدد ريموت يوزر نيم، مش هوست، هنا هحدد ريموت يوزر نيم وهستخدم يوزر نيم اسمه ايه؟ طبعا انا هستخدم اللوكال هوست بتاعي، لو انا هستخدم يوزر نيم تاني تعمل له ديفاين هنا تمام؟ بس انا هنا مش هستخدم يوزر نيم تاني فانا هسيبها ايه؟ اللوكال هوست نيم. الراجل ده بقى يقدر يعمل ايه؟ يقدر يعمل دو بالار سي ام دي شو عاديه خالص، يعني يقدر يقف كده على راوتر واحد يقول له دو ار، خلينا نجيبها بالكوتش مارك عشان لو وقفنا في حاجه، ار اس اتش ريموت شيل. نبص على كده الاي بي ادرس بتاع الراجل اللي انا هتلنت عليه زي اللي هو شبيه التلنت يعني، ده الاي بي ادرس اللي عايز اعمل عليه ريموت شيل. طب هتستخدم يوزر نيم ايه بقى؟ هبدا اقول له استخدم زي حتى هنا حدد لي اليوزر، اليوزر بتاعك ايه؟ الريموت يوزر نيم هناك، مش انا حطيت هناك يوزر نيم كان لوكال اللي هو راك 1 ار 6 صح هناك لو تفتكر العمليه عكسيه. طيب الكوماند بقى تو بي اكسكيوتد، انت هتعمل هناك اكسكيوت لايه؟ شو ران زي مثلا شو ران بس، من المفترض ان هو جاب لي الكونفجريشن كده بتاعت مين؟ بتاعت راوتر 6 فعلا اهوت، دي الكونفجريشن بتاعت راوتر 6. لاحظ ان كل حاجه في راوتر 6 موجوده عندي، دي طبيعي باي ذا واي دي السيرتيفيكت اللي كنا كريتناها. ده كله لاحظ ان هو راوتر 6 اهو، اوكي؟ طيب يبقى كده استفدت من ايه؟ من البروتوكول بتاع الريموت شيل. ده كده كنا احنا فين؟ في راوتر واحد. اقدر استخدم بقى حاجه اسمها الار سي بي اللي هو تقدر تعمل ريموت كابي للفايلز، بتقف برضه في الجلوبال في البريفليج مود بتقول له ار سي بي دبل كولن كده كولن و باك سلاش باك سلاش، كانك بالظبط بتكابير من، يعني انت هتقف هنا كده في راوتر واحد عايز تعمل كابي من هناك تقول له ار سي بي وات اوريدي مش سبورت كابي سوري كابي، هننسخ من مين؟ هننسخ من ار سي بي، بدل ما هننسخ من اف تي بي هننسخ من ار سي بي. الار سي بي ار ال بتاعي هيكون مين؟ باك سلاش باك سلاش 150 واحد راوتر 6 اللي هناك 6 6، يمكنك تديله اي اي بي ادرس تاني انما هناك هو بيسمع على اللوب باكايا، تبدا تطلب منه هناك ملف وليكن اسمه مثلا ايه 7200 اي او اس مثلا دوت 7200 دوت بين مثلا، ولكن ده ملف موجود هناك طبعا هو هيبدا يجيبه، وهتلاقي ان انت عايز تحط الملف ده فين بقى، ولكن احطه عندي في الفلاش نقطتين انتر هروح اكلمه ايه ار سي بي. لاحظ هنا طلب مني ان انا احط ايه سورس يوزر نيم، وبالتالي لازم تكون انت هناك في راوتر 6 عامل ايه؟ في راوتر 6 لازم تكون ديفاين يوزر نيم لمين؟ نفس البروسيس اللي فاتت، لو تجيب هنا دو شو اللي هي كانت ريموت هوست نفس البروسيس دي كده، حدد فيها هوست بس لمين؟ للار سي بي. فانا هقول له اي بي ار سي ام دي ريموت هوست ريموت هوست، وليكن بقى هنا هكريت يوزر نيم خاص بمين؟ بالار سي بي، يمكنك تسيب الاثنين مع بعض يعني تخليه يستخدم نفس اليوزر نيم اللي كان بيستخدم للريموت شيل، بس يفضل انك ما تديش ليوزر نيم كل البريفليجز بتاعتك، ده يوزر نيم وده يوزر نيم تاني يستخدم تمام. ده كده كان كل ما يخص مين؟ الريموت كابي. باي ذا واي مش مستخدم اصلا ولا هو ولا الريموت شيل، لان التولز اللي موجوده دلوقتي احدث بكتير وفيها فلكسبيليتي اكتر. اتمنى ان كان الفيديو ده مفيد. هنبدا ان شاء الله الفيديو الجاي فيه جزء ما يخص ال NTP Network Time Protocol، هنتعلم منه حاجات ريليتد برضه بالريل انفايرمنت، لكن خليها في الفيديو الجاي. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.